احنا النهاردة في أسوان الجديدة، دي أول بطولة للمياه المفتوحة بتقوم بتنظيمها منطقة الصعيد للسباحة. احنا طبعا كلنا عارفين ان سباق النيل واقف بقاله حوالي 38 سنة على مستوى الجمهورية كلها. احنا كان في خطة في الاتحاد المصري للسباحة ان احنا نبدأ التجهيز عشان يبقى في سباق النيل، ده شيء مهم فعايزين ان احنا نبدأ به في الصعيد، وان شاء الله احنا في اتجاه ان يبقى في سباق النيل الدولي ان شاء الله السنة الجاية. جاية كإداري المسافات الطويلة علشان اشارك في البطولة وفي الاحتفالية الكبيرة دي ان شاء الله بعودة سباق النيل الدولي، ودي زي تجربة بنعملها علشان ان شاء الله السنين القادمة هيرجع تاني سباق النيل الدولي وهيجي سباحين العالم من كل بلاد العالم علشان يتنافسوا مع سباحينا ان شاء الله. شاركت في بطولة الصعيد ثلاث مرات قبل كده، حصلت على مركز تاني وتالت في الدولفين، في سباحة الدولفين، وأول مرة أجي هنا البطولة، بس أنا جاي أكتسب خبرة من المنتخب وإن شاء الله تكون بطولة كويسة وأجيب فيها مركز زي ما أنا متوقع إن شاء الله. أنا شاركت في بطولات كتير من ضمنها بطولة العالم الناشئين، كانت لسه خلصانة من أسبوعين، الحمد لله طلعت المركز الثلاثين في سباق العشرة كيلو. طبعا ده مركز قوي جدا بالنسبة للبطولة، يعني الحمد لله إن المركز جاي من أول 30 على العالم، وإن شاء الله اللي جاي أحسن. أول مرة أجي أسوان عشان أشارك في بطولة، بتمنى إن أنا أخش أخد مركز حلو قوي. مبسوطة جدا إن أنا شاركت، ولو ما خدتش مركز هبقى أنا مبسوطة إن أنا شاركت مع 150 سباح. أنا شاركت في بطولات كتيرة في شمال الصعيد ومنطقة القاهرة، حصل على مركز ثالثة وتاني الحمد لله. طبعا دي أول مرة بطولة مسافات مفتوحة في أسوان. البطولة ما شاء الله يعني التنظيم بتاعها حلو وكانت استعدادنا جميلة. حصلت على ربع أفريقيا في بطولة أفريقيا للناشئين في المياه المفتوحة، وثامن عالم في بطولة البحر المتوسط في 2018. حصلت على تاني جمهورية في بطولة الجمهورية الطويلة السنة اللي فاتت، وإن شاء الله هنشرف مصر النهاردة وهنفتتح بطولة أسوان للسباحة الطويلة. شاركت في أربع بطولات قبل كده، أول بطولة جبت برونز، بعدها ثلاثة فضة وواحدة برونز، بعدها أربعة ذهب وواحدة برونز، اخر واحده اللي كانت في المنيا واحده دهب وواحده فضه. دي اول مره ليا اجي اسوان، وطبعا التنظيم بتاع السباق جميل جدا، وان شاء الله نلعب سباق كويس يعني ونشرف مصر. وانا في بطوله الطويله 2021 خدت المركز الاول في سباق الخمسة كيلو والمركز الرابع في سباق العشرة كيلو. شاركت في المنتخب، انضميت للمنتخب السنه اللي فاتت بعد ما جبت اول جمهوريه في الخمسة كيلو، كانت بطولة معمولة في شرم الشيخ. يعني اتصعدت لبطولة عالم ناشئين بس حصل ظروف فما عرفتش انزل السباق، وان شاء الله انا اول مرة اجي اسوان، بس مبسوطة جدا بالجو بتاع البطولة وبلد جميلة قوي. اول بطولة ليا كانت البطولة اللي فاتت بطولة منطقة الصعيد، وحصلت على مركز ثالث في 100 متر باك. شاركت في اربع او خمس بطولات لغاية دلوقتي، كلهم كانوا اتنين شتوية اعتقد واتنين صيفية، ودي اول مرة مفتوحة يعني اللي فاتت التجريبية ما حضرتهاش. جايبة 12 ميدالية منهم اتنين ذهب اتنين خمسة فضة اعتقد. كنت بروح بطولات الصعيد من قبل كده بس دي اول بطولة مياه مفتوحة تيجي تبقى هنا يعني. شاركت في اربع بطولات على مستوى الصعيد، جبت تلاتة برونز وعشرة فضة وتلاتة ذهب، وجاي النهاردة اكتسب خبرة من بتوع المنتخب ومن المسافات الطويلة.